بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن إشارة إلى أطوار البرق، في قوله عليه الصلاة والسلام عن البرق كيف يمر ويرجع، إشارة إلى وجود أطوار البرق أهمها طور المرور وطور الرجوع. هذه الأطوار لم تتم رؤيتها إلا منذ سنوات قليلة جدا عن طريق ناسا والله أعلم.